هدف وحيد مع الفريق الطلعاوي هذا الموسم من علامة الجزاء أمام فريق الفتوة. هذا هو الفوز الوحيد أيضا لفريق الطليعة في مرحلة الذهاب. هناك عرضية ولكن جاءت عند خالد والتدخل محمد الحسن، ولكن بلمسة مرة أخرى إلى الخطوط الخلفية والإبعاد أسمر محمد مرة أخرى. عبد الهادي دالي لعميد بصيلة والعرضية، ولكنها جاءت قوية ولكنها إلى خارج أرضية الميدان. قوية جدا من عبد الهادي دالي. الطليعة حاول بجملة تكتيكية رائعة في وسط الميدان، ومن ثم انتقال الكرة بين الخطوط إلى عبد الهادي دالي والاختراق ولعب الكرة العرضية. حاول مرة أخرى ومرة ثانية والعرضية قريبة. جول 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 جول. باغت الجميع. الوثبة يسجل الأول. الوثبة بوثبة جديدة نحو اللقب نحو الذهب. الوثبة عاليا يسجل ويمتع يهدف ويقنع. الهدف الأول للوثبة. كرة طويلة باتجاه بوطة. مرت يا بوطة. وإن مرت ووصلت إلى بوطة، البوطة ما يرحم. يسجل الهدف الثاني للوثبة. الوثبة يمتع ويقنع ويسجل، والبوطة هو النجم والبوطة هو الهداف. 20 والمجد. كرة عند أنس. بوطة يحاول أكثر، يلعب الكرة العرضية، ولكن في آخر لحظة موجود زاهر خليل. كرة بتسديدة من بعيد جاءت بين أحضان محمود خلف. سقلفات ثلاثة أهداف لكل من وائل رفاعي وأنس بوطة. شوفان هدفين وهدف لكل من حمو، ولكن هذه الكرة خطيرة قوية. الثالث. الهدف الثالث للوثبة. يسجلون مرة أخرى. نتحدث في لغة الأرقام، نتحدث في لغة الأهداف. كرة على اليمين، أمية المعايطة، سيطر عليها أمية. أمية يحاول المرور ولكن تغطية دفاعية من زاهر خليل. الخلف يطلب محمد الحسن. مجد خلوف، لمسة عند عدي، مجد لعدي، ولكن جاءت بطيئة بعض الشيء والكرة عادت لحسين رحال. حتى حسين رحال يستعرض مهاراته.